بس مهم قوي حته طبيب التغذيه دي، بقت كل انديه العالم منتخبات العالم بقى ضروري قوي في اي فريق او اي منتخب يبقى متواجد طبيب تغذيه بالتخصص. طبعا طبعا. بص يعني هو كل طبعا انت عارف ان كره القدم بتتطور، وبيخش فيها دلوقتي طبيب التغذيه، وبيخش فيها الاخصائي الاجتماعي، وبيخش فيها برضو الطبيب النفسي المعد الذهني. لكن شوف احنا برضو، لكن على النقيض التاني ان تغذيه الرياضيين برضو حاجه مش صعبه، عشان بس تبقى عارف. والغذاء الرياضي، الغذاء الرياضي المظبوط حاجه مش صعبه، لكن ازاي انت تعمل كنترول على اللاعبين بالنسبه لاوزانهم. احنا بنوزن اللعيبه احيانا كل يوم، احيانا يوم بعد يوم، وبنتابع. وزي ما قلت لحضرتك الاستشفاء الغذائي، في حاجه الناس فاهمه الاستشفاء غلط، استشفاء تلج وبتاع وكلام من ده، ده جزء مهم، وتدليك وبخار وكلام ده جزء مهم، لكن الاستشفاء الغذائي انك تدي اللاعب، المفروض اللاعب ده ما يبقى ما يعديش عليه 7-8 ساعات من غير ما ياكل، ما ياكل. يعني لازم تنظم له. احنا بندي اللعيبه بعض اوقات بنديهم 4 وجبات يوميا، ده لازم، اللي هو في علم التغذيه الرياضيه المظبوطه. وفي كل وجبه المفروض بيبقى فيها محتويات معينه. بنبدا احنا طبعا من الخبره والدراسه، واحنا الحمد لله يعني دارسين تغذيه رياضيه برضو. يعني الدكتور الاخصائي او الدكتور المسؤول او رئيس الجهاز الطبي بيبقى لازم يبقى دارس تغذيه رياضيه طبعا، ده مهم جدا، وعارف ايه اللي، وتغذيه رياضيه في بلد بتختلف عن تغذيه رياضيه في بلد تانية. صحيح. فكل دي حاجات لازم يبقى ملم بيها الطبيب المسؤول عن الفريق. لكن حته ان وجود تغذيه اخصائي تغذيه هي صراحه اهم اكتر في الانديه، وفي خلال مباريات الدوري، لان انت بتلعب مباريات اكتر اكتر وموسم كبير، ولاعيبه لازم تعمل لها كل فتره قياسات معينه بالنسبه للدم بتاعها والاملاح اللي في جسمها، سواء الصوديوم او البوتاسيوم او المغنيسيوم او الاملاح المعدنيه الثانيه اللي مفروض ان كل فتره تتعامل اللعيب في خلال النادي في النادي. وبناء عليه بيبقى تواجد دكتور التغذيه مهم جدا في الانديه، مهم برضو في المنتخبات، بس مش بأهمية الانديه بالظبط.